القذف السريع ومشاكل الانتصاب والكورونا، واش كاين شي علاقه بين القذف السريع وبين علاقه بين المشاكل ديال الانتصاب وبين العلاقه ديال الكورونا؟ هاد الايامات طبعا يعني الحالات الكورونا تزيد نهار على نهار. في اوروبا تقريبا الى خدينا فرنسا تقريبا 90,000 حاله اليوم، وانجلترا فوق 110,000 في يوم الحالات. يعني في العالم الحالات ديال الكورونا تزيد، وطبعا هاد الاخبار يعني تتقلق. يعني شكون يسمع الاخبار كورونا وحيا الله، يعني دزنا هذاك العام وذاك العام والأزمة الاقتصادية وكذا والدنيا موقفة والحركة ميتة. يعني ذاك الأفكار عاوتاني وذاك الذكريات تترجع تطلع للأفق. إذا الحالة هذه دي واحد السيد اللي هو كان عنده القذف السريع، لكن هاد الأيامات من غير القذف السريع شال مشاكل الانتصاب. قال لي يعني الدكار مبقاش يقوم بحال من قبل. قلت له شحال كنتي زعما تدير؟ قال لي انا هذيك اكثر من 20 عام يوميا حصني ندير يوميا، او هاد السنوات الاخيره جوج ثلاثه نوبات في الاسبوع. قلت له يوميا او جوج ثلاثه؟ قال لي ضروري. قلت له يعني هاد الشيء هذا هو اللي خلاك انك عنده علاقه كبيره بين يعني الفشل في الانتصاب. علاش؟ لان تتكون هناك كما اشرنا بعده مرات هناك جوج الرغبات. الرغبه الاراديه، يعني الراجل اللي تيكون عنده قذف سريع تيكون باغي يدير، هو باغي يدير يوميا او جنوبات في النهار كل نهار يعني، ولكن الطاقه الفيزيولوجيه ديالو ما باغيش يدير. اذا هناك تيكون اختلاف، يعني هو باغي في العقل ديالو يدير، ولكن لا فيزيولوجي ديالو الذكر ديالو ما باغيش يدير. اذا يعني تيضغط على راسو حسو يدير. يعني كاع الرجال اللي عندهم قذف سريع 99% تيخدموا هكا بهذه الطريقه، وملي تيبقى هكا تيجي واحد الوقت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هو الذكر براسو تيتقهر تيعيا تيقول لك ميك عليا تيفشل. اولا شنو تيطرى بعد النوبات؟ المرأة مثلا تتكون مقهورة، يعني كل نهار تحسك تنعس معها، كل نهار نحس معها، واه بزاف ما يمكنش 20 عام وانت كل نهار، واخا تكون هاد المرأة مونيكا بزاف، مرأة بنادم وخدامة وعندها الأولاد وعندها مشغول، هي ما عندهاش غالي يعني كل لحظة أجي انت مولاي حاسك طلع زيد طلع دير وكذا، تعيا ما دير الواجب بزاف 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 تتقهر. شنو تبقى دير هي المرأة بعد النوبات؟ بون عائلة العرب ديالنا شوية لاباس، يعني راه تيتبتو تيسكتو. كنتي مثلا في أوروبا كيما أشرت عدة مرات كان 80% ولا 90% ديال الرجال في الحبس. علاش؟ لأنهم في أوروبا المرأة إلا ما بغاتش مكلكش تقرب لها تماما، يعني إلا ما قاتلكش أنا ما باغياش مستحيل تزيد عندها أبدا. إذا هما هكاك الثقافة الغربية ديالهم، ولكن يعني حقيقة من ناحية أخرى يعني المرأة الغربية عندها واحد القوة الشخصية اللي ما كايناش عند المرأة العربية بصفة عامة. المرأة العربية يعني مقهورة مغلوب على أمرها، يعني تتعيش بحال واحد الحالة داك الجنس يعني عايشة غصبا عنها. إذا شنو تدير هي بعد النوبات؟ تقدر أنها ما ديرش مكياج ما تزول، يعني لا مكياج وزوزات وحتى تقول لك أجي، هي يعني لا مرة دير لا مكياج لا زاز لا حتى شي حاجة، ورا تكون دائما عيانه وتعبانه، ولا جيتي قربتي لها تقدر تقول لك بعد مني او لا بون عائله يديروا الواجب، ولكن تقدر تقول لك مثلا كذا وكذا وهي معصبه وسميتو انت يا من تحس بها معصبه، على الله تقول يا ربي بعد مني يا ربي بعد مني يا ربي يفهم راسو. اذا هاد العوامل تتخلي الراجل داك الرغبه تتبقى تقل، وانت براسك الراجل تيكون عنده قذف سريع شنو تيطرى له؟ يعني من تيجي يقرب للمراه هو براسو خايف من الفشل، والخوف من الفشل يؤدي الى الفشل. يعني حسك تمارس الجنس وانت مرتاح، ماشي انك تمارس الجنس وانت خايف. او دابا عاوتاني طرى نفس المشكل بحال البارح ولا البارح، عاوتاني انا نقذف الدغيا، عاوتاني انا وقع لي. وكاع الرجال اللي عندهم قذف سريع طبعا ما تيرضاوش، لان خدام المراه تيقذف دغيا هو تيجي بشهوته بالزربه وهي لا، يعني وتيبقى فيه يعني الحال
داكشي اش تيبغي يدير الله غدا ولا كاع اللي كاين تيبغي يدير الثاني باش على الله زعما يتصل الذكر وهي تجيب شهوه نون ياك حل العيون هي ما تجيبش لان هي عدفانه كاع داك العلاقه الجنسيه تماما. زيد هاد الايامات اذا المشاكل هناك المشاكل مع المراه المشاكل الدراري المشاكل ديال الحياه الاجتماعيه المشاكل العمليه وهاد الايامات ايوا الكورونا بدات كورونا بدات الذكريات القديمه عاوتاني تطلع للافق والله يستر الى زادت الحالات الازمه الاقتصاديه راه تعم يعني البلاد وهاد الافكار حتى هي تتاثر يعني كل ما كثرت المشاكل سواء المشاكل بينك وبين المراه المشاكل الماديه المشاكل العمليه المشاكل الديون البنكه الكذا الدراري الصداع يعني هادشي كامل راه ياثر عليك وعلى النفسانيه ديالك والرغبه ديالك راه تنزل. داكشي علاش هو فشل يعني وراء الفشل اللي على راجل عنده القذف السريع عده اشياء وعده اسباب. على اي حال دابا قلنا له راه نعالجو عندك القذف السريع ميك على المراه ما تبقاش كل نهار ولا جنوبات ثلاث اسبوع لابدا خلي واش كاين شي الله يخليك شي ماكل شي ماكله تتقوي الجنس. قلت له ما كاينش شي ماكله خص تصدع راسك كاين لا فيتامين لا والو كاين انك تمشي على حسب الرغبه يعني الفيزيولوجيه ديالك ماشي تكلف على راسك لا ماشي تقول انا حصني اللي بدي ندير حصك دير على حسب الطاقه الفيزيولوجيه ديالك يعني حتى تكون مشوق للمراه باغي عطشان يعني شي واحد اللي انت تكون مثلا باغي تشرب الماء تتكون عطشان تتكون فيك الجوع تتكون عاوتاني فيك الجوع لان باغي تاكل كذلك الجنس ما يمكنش هي دير وصافي جنسك دير ملي تكون عندك الرغبه ما عندكش الرغبه ولكن كما اشرنا عده مرات ماشي الرغبه هي انت وهذيك المراه بحال الحماره حصه زعما حتى هي فوق ما بغيتيها دير معها لا هي تكون هي باغيه وانت باغي انت تعيش معها وهي تعيش معاك هي تجيب الشهوه ديالها وانت ما تسبقهاش ما حسكش تسبقها يا اما يعني هي راه تسبقك يا اما تكون الرغبه قد قد اما الى سبقتها الماتش مشى. اذا يعني انا قلت له حسك تبعد يعني ما كاينش نوبه في الاسبوع نوبه في 10 ايام ملي تكون الرغبه مزيانه وهي حتى هي نشطه وانت نشط عاد الحمد لله يمكن دير داك العلاقه الجنسيه باذن الله. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الحاله نتمنى كذلك انكم تشاركونا الصفحه ديالنا فيسبوك دكتور بنياشو يوتيوب دكتور بنياشو انستغرام دكتور بنياشو وموعدنا كل يوم الاثنين على الساعه 10 بالليل ان شاء الله. نقوم بفحوصات عن طريق الواتساب 06 64 00 95 06 64 00 95 والواتساب فقط يعني للفحوصات. حاجه اخرى هاد الايامات مع انتشار الكورونا ضروري من الماسك الماسك يعني الوقاية خير من العلاج. الإنسان يدير الماسك ديالو وابتعد على الناس كل ما ابتعدتي على الناس كل ما الحمد لله تنجى من الأذى ديالهم سواء الكلامي سواء العين ديالهم سواء الكورونا كل ما اختلطتي بالناس وقربتي من الناس كل ما يعني تقصد أنك تصاب وعلاش إلا تصابتي انت راه تصاب الآلاف ديال الناس معك خصوصا هاد الكورونا هادي تتنتشر بشكل خيالي فالوقاية خير من العلاج وشكرا لكم.